وينضم إلينا عبر سكايب من ولاية شيكاغو الأمريكية رئيس الجمعية السورية الأمريكية والناشط السياسي السيد محي الدين قصار. سيد قصار، توقعات بأن يأخذ الحل الأمني في سوريا منحا تصاعديا خصوصا بعد الهجوم على الكلية الحربية في حمص، ما رأيك بذلك؟ بالتأكيد النظام السوري عم يحاول يؤدي إلى يقوم بعملية الحسم، أو هو ما يسميه بالحسم، قبل وصول شهر رمضان المبارك. النظام السوري حتى الآن أثبت أنه لا يملك سوى الحل الأمني، ولا يريد أن يتعاطى إلا من خلال هذا الحل الأمني. عندما يتواجد مسلحون في الشارع طبيعي أنه يلجأ إلى الحل الأمني. ادعاءات النظام بأن هناك مسلحون في الشوارع لا تقنع أي إنسان ذو عينين. إذا كان هناك مسلحون في الشوارع، لماذا هو يطرد كل الصحفيين الأجانب إلى خارج البلد؟ لماذا لا يدع الصحافة الحرة؟ لماذا لا يدع الإعلام العالمي يدخل ويرى من هم هؤلاء المسلحون؟ كل الدلائل تشير لنا أن هناك جهة مسلحة واحدة في سوريا، هي النظام وقواته الأمنية والشبيحة. نعم، المعارضة مصرة على نفي وجود مسلحين، وتصريحات دولية كثيرة تشير إلى وجودهم، وهناك بعض المعارضين يتخوفون من عسكرة الحراك الشعبي. هل هذه المخاوف واقعية؟ بالنسبة للثورة السورية، الثورة السورية أعلنتها واضحة وصريحة من اليوم الأول أنها هي ثورة سلمية، ولو قتلوا في كل يوم 100. هذه الثورة لا تحتاج أن تتغير في يوم وليلة إلى ثورة مسلحة، لأن الشعب معها، ورغم كونها سلمية حتى اليوم ما زالت تحقق انتصار وراء الانتصار، ويتعرض النظام إلى هزيمة وراء هزيمة دون أن نحمل سلاح. السلاح الذي نحمله هو القلم والصوت. لكن هناك جهات دولية يا سيدي، هناك جهات دولية كثيرة أشارت إلى وجود فعلا جماعات مسلحة وسط المتظاهرين. هذه الجهات الدولية أثبت لنا وجود جماعات مسلحة. الجهة الدولية، ماذا تعني جهة دولية؟ مجرد إنسان يخرج إلى مايكروفون ولا يمسك قلم ويقول أنني أصبحت جهة دولية؟ نقول إذا كان هناك جماعات مسلحة حقيقة، إذا كان هناك جماعات مسلحة، لماذا لا نرى واحد منهم على الصحافة العالمية؟ لا نرى هذه الجماعات المسلحة إلا في خيالات النظام. هناك صور أظهرت قناصة على الأسطح يا سيدي، هناك صور تظهر مسلحين وسط الجموع. على أي أصدقاء للمعارضة؟ إذا كان صحفي أو هاوي للصور يستطيع أن يأخذ صورة قناصة، ألا تستطيع الدولة والقوات الأمنية أن تعتقل هذا القناص إذا وصل للقناص الصحفي؟ أصدقاء للمعارضة يطالبونها بتحمل مسؤولية وطنية أو مسؤولية وطنية حيال المخاوف من مواجهات طائفية، ألا يستحق ذلك مراجعة للحسابات؟ لا يوجد عندنا مخاوف من مواجهة طائفية، لا يوجد عندنا صراع طائفي في سوريا. عندنا في سوريا الطوائف جميعها بما فيها الطائفة العلوية متحدة في مقابلة النظام، وبعض أعضاء النظام هو ينتمون لطائفة معينة، ولكن ليس كلهم. بالأمس القريب من يومين أخرج شباب العلويون أصدروا بيانا يتبرؤون فيها من العنف ومن النظام. فإذا نحن لا يوجد عندنا معركة طائفية بأي صورة من الصور. عندنا ومن الواضح أن هناك النظام وجماعة تدعم النظام من الشبيحة مقابل الشعب السوري بأكمله. الشعب الكردي أعلنها صراحة. نعم. الأكراد السوريين أعلنوها صراحة أنهم مع وحدة وطنية قائمة في ديمقراطية تعددية في دمشق. فإذا الإخوان العلويون أصدروا بياناتهم والتزاماتهم بالثورة السورية. إخواننا المسيحيين اليوم
وصلت دعوات أن يتحول الأحد أيضا إلى يوم شبيه بيوم الجمعة، أن تخرج المسيرات من الكنائس. على أي كيف تفهمون قول مسؤولة الخارجية أو مسؤولة في الخارجية الأمريكية بأن واشنطن لا تنوي سحب سفيرها من دمشق؟ كيف تفهمون هذا التصريح؟ لم يكن أبدا هناك نية عند واشنطن بسحب السفير في دمشق، ونحن نطلب أن يبقى كل السفراء في دمشق، كل السفراء الدول المحبة التي تريد أن ترى الديمقراطية والحرية في سوريا يجب أن يبقوا في دمشق ويكونوا شاهد عيان على ما يحدث في دمشق، لأن المعركة القادمة بين النضال السلمي في دمشق للمتظاهرين ستكون في دمشق ضد النظام، ونريد كل السفراء أن يبقوا في دمشق. النظام يرسل الإشاعة خلف الإشاعة خلف إشاعة أن فلان يفعل كذا وفلان يفعل، هذه كلها إشاعات. ألا يجعلكم هذا تتخوفون من ربما إبرام صفقة بين واشنطن والنظام؟ نحن أقمنا الثورة ليس إرضاء للولايات المتحدة الأمريكية ولا سياساتها في المنطقة، أقمنا الثورة من أجل إقامة دولة حرة ديمقراطية يعيش فيها كل السوريين في حرية تحت علم واحد. فالآن النظام يبرم صفقة أو لا يبرم صفقة هذه مشكلته ليست مشكلتنا، وبالمناسبة إذا أبرم صفقة النظام وهذا لا أعتقد ممكن يتم بأي حال من الأحوال، لأن النظام فقد شرعيته الداخلية وشرعيته الدولية. الآن الذي يحكم سوريا هو رجل مطلوب للعدالة الدولية، فإذا ولو أبرم هذه الصفقة التي يشيع لها النظام ولو أبرمها، فكم صفقة أبرمت قبل هذه مع قوى معادية للشعب السوري؟ من شيكاغو رئيس الجمعية السورية الأمريكية والناشط السياسي محي الدين قصار، شكرا لك. شكرا.